هتعرفوا حضراتكم ليه، ولكن خليني الاول اروح للمدير التنفيذي للنادي الاهلي دكتور سعد شلبي نساله في كل هذه الامور. يا دكتور سعد ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الفل يا فندم. انا عارف ان اليوم النهارده كان يوم طويل جدا، ولكن دايما حضرتك بتبقى معانا علشان توضح ما يحدث داخل النادي الاهلي خصوصا بعد اجتماع مجلس الاداره. يعني في الحقيقه اسمح لي ان انا اشكر حضرتك انك بتسمح لنا ان احنا نتواصل مع جماهير النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. شرف لينا يا فندم. لهم القرارات النهارده اللي اخذها مجلس اداره النادي الاهلي. أيوه. وخليني اقول لحضرتك في البدايه النهارده كان واحد من القرارات المهمه اللي اخذها النادي الاهلي هو تكليف الاداره التنفيذيه بالاستعداد لاحتفالات اكتوبر المجيده. مظبوط. الحقيقه ده بيعكس تقدير مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود القصيب لحرب اكتوبر المجيده وتقدير اهميتها في قلب كل مصري وعربي، وما هي ما زالت محل فخر واعزاز لكل العرب ولكل المصريين، وايضا تقدير لقواتنا المسلحه المصريه اللي ما زالت تخوض حرب شرسه ضد الارهاب، بل ايضا تخوض عمليه التنميه التي يقودها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه. ده في الحقيقه كان القرار الاولاني اللي اتخذه مجلس اداره النادي الاهلي، وهو قرار فيه اهميه كبيره لاهميه هذه الحرب المجيده. الموضوع الثاني في الحقيقه اللي اتخذه ايضا النادي الاهلي، قبل ما نتكلم عن الموضوع الثاني، الموضوع الاول ده يا دكتور سعد، خلال الفتره القادمه ان شاء الله سيتم ان احنا نحضر لهذه الحفله من في النادي، مظبوط؟ الاحتفالات ده سلسله من الاحتفالات اللي هتبقى موجوده في النادي الاهلي. أيوة. طوال شهر اكتوبر المجيده، مش لمده يوم. أيوة. تمتد لطوال شهر اكتوبر ان شاء الله. تمام، يعني ده هيبان خلال الايام القادمه على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، كل التوفيق يا فندم، اتفضل. الموضوع الثاني هو ايضا كان القرار اللي اخذه مجلس الاداره بزياده رسوم العضويه في فرع زايد وفرع التجمع من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه للمؤهل العالي. وفي الحقيقة ده كان قرار مدروس من النادي الأهلي نتيجة للزيادة المفترضة في الطلب على العضوية في فرع زايد وفي فرع التجمع إن شاء الله اللي هيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة أو خلال المرحلة القادمة. يمكن فرع زايد النهاردة إحنا لما فتحناه كان عندنا العضوية وصلت إلى 5000 عضو في المرحلة الأولى، النهاردة عندنا أكثر من 11000 عضو. بسم الله ما شاء الله. ده بيعكس إن في زيادة بنسبة 100% خلال الأربع سنوات الماضية في عدد الأعضاء المتدفقين لفرع زايد، وأيضا فرع التجمع النهاردة العضوية بتقترب من رقم 3000 عضو، وإن شاء الله مع الافتتاح إحنا متوقعين إن ده هي هتزيد، وده بيعكس أيضا إدراك أعضاء النادي الأهلي وأيضا الحريصين على الاشتراك في النادي الأهلي في ادراك حجم التطورات اللي بتحدث في البنيه التحتيه في كل فروع النادي الاهلي وفي المقر الرئيسي، وده بينعكس على جوده الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي في كل فروعه، وده ان شاء الله هيتعرض على الجمعيه العموميه القادمه ليتم اعتماده واقراره وفقا للنظام الاساسي للنادي الاهلي. تمام، ايضا الموافقه على قرارات لجنه التخطيط لكره القدم خلال الفتره السابقه، وده الشكل المؤسسه اللي النادي الاهلي بيمشي بيه في كل قراراته. الحقيقه ان ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفتره السابقه بتتم الموافقه عليه في اجتماعات مجلس الاداره. يمكن زي ما حضرتك ذكرت كده تحديدا يا كابتن اسلام، ده بيعكس الحوكمه اللي موجوده في مؤسسه النادي الاهلي كواحده من المؤسسات الوطنيه. في الحقيقه النهارده ايضا مجلس الاداره اعتمد كل القرارات اللي اخذتها لجنه التخطيط، بالاضافه ايضا الى الموافقه على سفر فريق ممثل للنادي الاهلي الى دوله الشيك ودوله سلوفينيا لزياره بعض الانديه هناك ومتابعه الناشئين اللي تم ايفادهم الى دوله في الحقيقه. والحقيقه انا لسه كنت بتكلم في النقطه دي تحديدا يا دكتور سعد، وانا اسف ان انا بقطعك، ولكن مهمه جدا النقطه دي لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وهي الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني من خلال اعاره بعض اللاعبين الشباب ومتابعتهم من خلال ارسال وفد كبير. الحقيقه وفد كابتن امير توفيق وكابتن خالد بيبو وكابتن بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، اعتقد ان ده في اطار ايضا الشكل اللي هنفضل ماشيين بيه خلال الفتره اللي جايه، الاستفاده من الناحيه الاوروبيه، معسكرات واستفاده خارجيه ان احنا نشوف دول اخرى بتعمل ايه، والاستفاده من وجود بعض اللاعبين واعارتهم والاستفاده منهم من الناحيه الماديه ومن الناحيه الفنيه. يعني خليني احيي حضرتك، حضرتك حطيت مجموعه من العبارات في الحقيقه هي في غايه الاهميه في القرار اللي اخذه مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في
في سفر هذه المجموعه المكونه من كابتن خالد ديبو مدير قطاع الناشئين، ايضا معاه الخبير الاجنبي ايضا اللي هو المدير الفني للقطاع، وايضا الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات. وفي الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت تحديدا، النادي الاهلي بيقدم تجربه جديده لزياده العائد على الاستثمار في قطاع الناشئين. ده النهارده واحده من التجارب المصريه الرائده، اول تجربه اللي هي بتفتح الباب امام قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لم يعد قطاع الناشئين فقط هو قطاع مستهلك للموازنه العامه للنادي الاهلي، بل ايضا اصبح قطاع النهارده بيصب بمسيرات عوائد جديده للنادي الاهلي من خلال السماح لناشئي النادي الاهلي لمعايشه التجربه الاوروبيه، باعتبار ان التجربه الاوروبيه بتعكس مكونات ثقافه الاحتراف بالكامل. مظبوط. وبالتالي كان هناك دراسه تم التقدم ليها لمجلس اداره النادي الاهلي عبر لجنه الكره بقياده الكابتن محمود الخطيب، وفي الحقيقه تم ايصال ايضا مجموعه من اللاعبين، وهذه اللجنه مكلفه بمجموعه او بمهام محدده زي ما حضرتك تفضلت مشكورا. واحد، متابعه اللاعبين ودراسه تقييم تجربه هؤلاء اللاعبين في سفرهم الى دوله التشيك وعرض تقرير على لجنه التخطيط. اثنين، دراسه اطر وتطوير سبل التعاون مع الانديه التشيكيه والانديه السلبانيه باعتبارها ايضا قريبه الى حد ما من المدرسه المصريه، وتستطيع ان توفر فرص النجاح للناشئين في النادي الاهلي للعبور الى المدارس الاوروبيه الكبيره. ايضا دراسه كيفيه توسيع قاعده المشاركه في هذه التجربه لباقي اعضاء النادي الاهلي من الناشئين. وفي الحقيقه اعتقد دي تجربه فريده تستحق التقدير من مختلف وسائل الاعلام، وانا بشكر قناه النادي الاهلي على انها النهارده بتسلط الضوء بهذا المفهوم اللي حضرتك ذكرتها وتفضلت بيها، زياده العائد على الاستثمار لقطاع الناشئين، فتح فرص الاحتراف امام ناشئي النادي الاهلي في كل المدارس الاوروبيه. اثنين او ثلاثه، النهارده ايضا في معسكرات يتم التفاوض عليها لكل فرق الناشئين في النادي الاهلي. دائما النادي الاهلي بيغرد خارج السرب الحقيقه دكتور سعد بكل هذه الامور الرائعه الحقيقه. بما اننا بنتكلم عن الكوره، امبارح ايضا كان في سلسله من الاجتماعات التحضيريه الحقيقه، وقد ايه انا برضو مش عايز الموضوع يبقى، لكن قد ايه ان كابتن محمود الخطيب كيف يفكر في مستقبل كره القدم في النادي الاهلي من خلال وجود عضو من اعضاء شركه الكره والمدير التنفيذي كابتن حسام غالي، كان متواجد امبارح في سلسله الاجتماعات التحضيريه اللي عملها كابتن محمود الخطيب، مع في ظل طبعا وجود او تعريف الكابتن حسام غالي بكيفيه ان الادارات بتشتغل ازاي. اعتقد ده شيء رائع جدا علشان القادم يبقى اسهل لشركه الكره. فندم، يمكن يعني حضرتك بتحط ايدك على بالظبط الفلسفه اللي بياخدها كابتن محمود. يمكن احنا لما انشانا الشركات البعض كان يتحدث اين شركات الان. مظبوط. الشركات تعمل اليوم على ارض الواقع. النهارده زي ما حضرتك ذكرت وتفضلت، امبارح كابتن محمود كان موجود في مقر مدينه نصر في سلسله من الاجتماعات المتتاليه لكابتن حسام غالي حضرها، ومعاه ايضا المدير التنفيذي لشركة كرة القدم الأستاذ عمرو شاهين، وكانوا بيطلعوا على كل الملفات بشكل واقعي وعملي وتطبيقي تمهيدا للمرحلة الانتقالية اللي تنتقل فيها أعمال إدارة كرة القدم في النادي الأهلي إلى الشركة التي أنشأها النادي الأهلي بالفعل. وفي الحقيقة حضر كل الاجتماعات دي كابتن حسام وأيضا أستاذ عمرو شاهين في قطاع ممثلة من قطاع الناشئين كابتن خالد ديبو أيضا الخبير الأجنبي، وحضروا سلسلة الاجتماعات. ليس فقط كانت الاجتماعات في مدينة نصر قاصرة على اجتماعات كرة القدم، بل امتدت أيضا لتفقد العمليات التطويرية اللي بتتم في مدينة نصر زي منطقة الفود كورت والافتتاحات الجديدة اللي تمت فيها من العلامات التجارية أيضا اللي كانت موجودة تم إضافتها في الفترة الأخيرة للمنطقة، عمليات الصيانة الدورية اللي بتتم في المنطقة الترفيهية وحمام السباحة استعدادا لعمليات التدفئة بداية من 1/10. أيوه. أيضا عملية الصيانة الدورية للمبنى الاجتماعي، فكان في الحقيقة سلسلة من الاجتماعات بالإضافة لعملية المتابعة المستمرة لكل الأفرع بتاعة النادي الأهلي. يمكن قبلها أيضا كان كابتن محمود موجود أيضا في سلسلة من الاجتماعات في ذات اليوم السابق ليها، وأيضا متابعة مشروعات اللي هيتم افتتاحها في الفترة القادمة أيضا في الشيخ زايد اللي هم من أهمها
مجموعه الصلاه اللي هتتم في الشيخ زايد ان شاء الله. الحقيقه عمل رائع، ولكن اخيرا يا دكتور سعد انا عارف ان احنا طولنا على حضرتك، ولكن القرار الاخير الموافقه على التصور المقدم من لجنه البت بشان اعمال الالكتروميكانيك والغلايات الخاصه بمجمع حمام السباحه سواء في مقر النادي بالجزيره او فرعي مدينه نصر او الشيخ زايد، اعتقد ان ده تطور كبير ايضا في حمام السباحه. في الحقيقه ده بيعكس حجم البنيه التحتيه الضخمه اللي اضافها المجلس الموقر في الفتره الاخيره في افرع مدينه نصر، في المقر الرئيسي في الجزيره، ايضا في فرع زايد، وبالتالي المنشات الخاصه بحمامات السباحه هي انشات منذ فتره كبيره، فكان عمليه الصيانه الدوريه ليها لتطوير عمليات الغليات والخاصه بعمليات فلتره المياه والتسجيل والتدفئه للحمامات. في الحقيقه المجلس حريص على ان العمليات دي تتم بصوره دوريه لتقديم خدمه جيده لاعضاء النادي الاهلي سواء في مدينه نصر او في الجزيره او ايضا في الشيخ زايد. عموما كل التوفيق يا دكتور سعد، وانا عارف ان المرحله اللي جايه مرحله صعبه، ولكن ان شاء الله اداره النادي الاهلي او الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي برئاسه حضرتك اعتقد ان هيكون لها دور كبير جدا جدا. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله نشوف حاجه جميله جدا زي اللي بنشوفه خلال الايام السابقه. انا بشكرك جدا يا دكتور سعد، دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وكلام رائع جدا الحقيقه فيما يخص بعض القرارات اللي تم اتخاذها النهارده في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي.